أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه هي العناوين. في الرقة وريفها ميليشيا قسد تنفذ عدة مداهمات وتختطف 13 مدنيا. عشرات الإصابات في مناطق الضفة الغربية خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين. بالتزامن مع مناورات مشتركة، روسيا ترسل فوجا من منظومة S-400 إلى بيلاروس. شنت ميليشيا قسد مداهمات عدة في مدينة الرقة وعين عيسى بريفها الشمالي، كما اختطفت 13 مدنيا. وقالت مصادر محلية إن قسد داهمت عددا من المنازل في مدينة الرقة وخطفت 8 مدنيين من بينهم كبار في السن، كما داهمت مدينة عين عيسى بعد فرض حالة حظر تجوال، وأقامت حواجز ضمن الشوارع الرئيسة خلال الحملة وخطفت على إثرها 5 مواطنين. مددت الجهات المعنية عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ليوم غد السبت لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من أهالي المنطقة بالانضمام إليها، ولم تمكنهم الظروف من ذلك. وتابعت عمليات التسوية سيرها وسط إقبال كبير من الراغبين بالتسوية. وعلى الرغم من العراقيل التي تضعها ميليشيا قسد بالنسبة لبعضها، تواصلت العملية في مركز دير الزور ومركزي السبخة بريف الرقة المحرر ومركز مسكنة بريف حلب. أعلنت الدفاع الروسية دخول تشكيلة من سفن الإنزال الكبيرة من الأسطولين الشمالي والبلطيقي ميناء طرطوس كجزء من مناورات بحرية روسية. وقامت الوزارة قالت إن تشكيلة من سفن الإنزال للأسطولين تتكون من 6 سفن إنزال كبيرة أكملت المرحلة الانتقالية عبر أوروبا ووصلت إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط كجزء من مناورات البحرية الروسية. وترسو السفن حاليا في ميناء طرطوس، حيث بدأت تتزود بالوقود ومواد التشحيم ومياه الشرب والإمدادات الغذائية. وفي مراكز الإقامة المؤقتة تواصل الجهات الحكومية في الحسكة بالتعاون مع المجتمع المحلي تقديم الخدمات لأكثر من 100 أسرة غادرت منازلها التي استهدفتها ميليشيا قسد وغارات الاحتلال الأمريكي بزعم ملاحقة داعش. تواصل الجهات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي تقديم الخدمات لأكثر من 100 أسرة في مراكز الإيواء حكومية في صالة علبال وجامع عثمان، مع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ووجبات الطعام وكافة الاحتياجات الأخرى. هناك منازل مدمرة تدميرا نهائيا أو تضرر جزئي، وبالتالي لا زال هناك عدد من الأسر. اليوم يوجد لدينا 105 أسر موجودة في مركزي إيواء، مسجد عثمان بن عفان في حي المريديان ومركز علبال. طبعا لا زالت الاستجابة كاملة لتأمين كل الاحتياجات من إطعام بعدة وجبات نهارية، إضافة إلى خدمات الطبابة الصحية، إضافة إلى خدمات توزيع حليب الأطفال والحفوظات. ويواصل المطبخ الخيري الجماعي أعماله في تجهيز وجبات طعام جماعية للأسر النازحة من خلال تضافر جهود الجمعيات الخيرية والأهلية المرخصة حكوميا، مع الاستمرار بتقديم مختلف الخدمات الأخرى
داخل مراكز الإيواء. ما تزال جمعية ود مستمرة بتقديم وجبات. سبق قدمنا وجبة إفطار وسلل صحية، اليوم عم نقدم وجبة غداء للنازحين من غويران. نحن كمتطوعين جمعية سنة بالأمل من أول بداية الأزمة والأحداث الأخيرة في محافظة الحسكة تواجدنا في المراكز وقمنا في إشراف عام مع بعض الجمعيات، وعدنا نقاط وقمنا ببعض النقاط العلاج الفيزيائي والنقاط التوعية في هذه المراكز الموجودة. من بداية أزمة النزوح انعمل هالمركز، فما كان في طبخ وهالأمور، فجمعيتنا جهزنا مطبخ خيري وبلشنا طبخ من أول يوم ولحد هاليوم، وبدعمنا الجمعيات الثانية كمان عم يدعموا، وإحنا جهزنا المطبخ وأنا الشيف عم نطبخ وكذا نقدم وجبات للأهالي النازحة. نطبخ بالمطبخ الجماعي لنقدم أكل لأخواتنا المهجرين من حي غويران وحي الزهور، ونحن مستمرين لحد اليوم هذا، من أول يوم تهجروا لليوم هذا قام نقوم بمطبخ بطبخ جماعي نحن وجمعية سرطان الأطفال، قام نقدم وجبات لأهالينا المهجرين وقدر إمكاننا يعني ما ننقص عليهم شيء لحتى يرجعون على بيوتهم بخير وسلامة. تسبب الدمار الهائل والجزئي الذي لحق بمنازل عدد من أسر في حي غويران شرقي نتيجة قصف طيران الاحتلال الأمريكي وجرافات ميليشيا قسد باستمرار نزوح عشرات الأسر، على الرغم من عودة غالبية الأسر النازحة إلى منازلهم في الأحياء الجنوبية، ما استوجب استمرار تقديم الخدمات الحكومية لهم. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحي. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة قلقيلية، كما أصيب العشرات جراء قمع الاحتلال احتجاجات قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. كما أصيب شبان فلسطينيون في قرية بيت دجن شرق نابلس، وذلك خلال تظاهرة رافضة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية من ناحيتها الشمالية الشرقية. أعلن الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول استمرار عملية ثأر الشهداء والقضاء على عشرة إرهابيين ممن كان لهم دور في المجزرة التي أدت لقتل 11 جنديا في حاوي العظيم بمحافظة ديالى. صباح هذا اليوم باشرت قطاعات قيادة عملية صلاح الدين بتطويق المكان، حيث تم العثور على عدد من جثث الإرهابيين، وأيضا أحد الإرهابيين كان جريح وتم تطويقه، وأثناء تبادل عملية إطلاق النار تم تفجير نفسه. لحد هذه اللحظة بحدود 7 إرهابيين تم قتلهم في منطقة الميتة. إضافة إلى ذلك هناك عملية بطولية أخرى الآن من خلال قطاعات الفرقة 20 البطلة اللواء 43، حيث تم تطويق أحد الأنفاق في منطقة الحضر صحراء الحضر، تم توجيه ضربات إلى من قبل القوة الجوية العراقية، أحد الأنفاق تم تدميره ونفق آخر تم قتل أحد عناصر داعش، ولا زالت العملية محاصرة هذا النفق اللي تواجد به عدد من الزمر الإرهابية. كذلك صرح معاون رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن قيصر حيمة حول عملية ثأر الشهداء ومجرياتها، مؤكدا مقتل أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم داعش في الأيام الأخيرة. خلال 10 أيام الأخيرة فقط تم قتل أكثر من 30 إرهابي، معدل خلال شهر ونص أو شهرين وصل عدد الإرهابيين اللي تم قتلهم وجلب جثثهم أكثر من 60 إرهابي. القوة الجوية طيران الجيش حقيقة لهم دور كبير. الآن الفعاليات تستمر وفق
استطلاع دقيق أولي، معلومات دقيقة من الوكالات الأمنية الاستخبارية، مديرية الاستخبارات العسكرية، يتم تدقيق هذه المعلومات من قيادات العمليات المعنية على الأرض، ومن ثم يتم الإيعاز لقطاعات القوة الجوية وطيران الجيش الأبطال بتنفيذ الضربة. بالإضافة إلى هذا هنالك عمليات من القطاعات الأرضية نفسها، تم قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين. حد ساعة هذا اللقاء الآن أبطال قيادة صلاح الدين وبإشراف مباشر وتواجد ميدان من الأخ قائد عمليات، تم قتل 7 إرهابيين في قاطع صلاح الدين في حول عظيم الحدود الفاصلة مع ديالة، ولا زالت العملية مستمرة ملاحقة 2 أحدهم جريح وهنالك غطاء جوي. وصل فوج من منظومة S-400 الروسية إلى ميدان التدريب العسكري في ضواحي مدينة بريست البيلاروسية، وذلك لإجراء التدريبات المشتركة ضمن اختبار قوات الدولة الاتحادية. هذا وكان وزير الدفاع الروسي ونظيره البيلاروسي تابعا تدريبات بالذخيرة الحية أجرتها قوات من البلدين بمشاركة طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات ومظليين، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق المناورات المشتركة بين البلدين الخميس المقبل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد أكثر من 60 طائرة تجسس أجنبية على طول الحدود الروسية الأسبوع الماضي، تم منعها من انتهاك أجواء روسيا. وقالت الوزارة في بيان لها إن الرادارات الروسية رصدت 45 طائرة تجسس أجنبية و18 طائرة دون طيار، وهي تقوم بطلعات استطلاع على طول حدود روسيا. هذا وتم استدعاء مقاتلات روسية لاعتراض الطائرات الأجنبية ومنع أي انتهاك محتمل لحدود الدولة. تزداد حدة التوتر في منطقة أوروبا الشرقية على خلفية التحشيد العسكري الغربي في أوكرانيا والتدريبات المشتركة التي تجريها روسيا وبيلاروس، فيما أعلنت الصين موقفها الحاسم من الأزمة الأوكرانية، وأكدت بحضور الرئيس الروسي الاتفاق الثنائي على مقاومة أي تدخل خارجي في شؤون الدول ذات السيادة. في ظل تكثيف الشائعات والخوض في غمار حرب إعلامية تسبق العسكرية، وسائل الإعلام الغربية تنشر خبراً تزعم فيه أن موسكو ستنتج صوراً مزيفة تشمل هجوماً مسلحاً من قبل أوكرانيا على الأقاليم الحدودية مع روسيا، هجوم تدعي به واشنطن أنه الذريعة التي ستستخدمها موسكو لإعلان الحرب. كجزء من الهجوم المزيف، نعتقد أن روسيا ستنتج فيديو دعائي سيشمل جثثا وممثلين يصورون ذوي الضحايا وصورا للمواقع المدمرة ولمعدات عسكرية تمتلكها أوكرانيا أو الغرب. تقول عكس ما تفعل، ففي ضوء الادعاءات الأمريكية لاتخاذ الدبلوماسية نهجا لحل الصراع في أوكرانيا، يصدر البنتاغون قرارا بنشر 3000 جنديا أمريكيا شرق أوروبا تحت ذريعة دفاعها عن أراضي حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي أقلق الجانب الروسي واصفا إياها بالخطوة غير البناءة والتي قد تدفع موسكو للرد الصارم. الرئيس بايدن كان واضحا، الولايات المتحدة سترد على التهديد المتزايد لأمن واستقرار أوروبا بموجب التزامها القوي مع حلف الناتو
هذه التحركات ليست دائمة وجاءت بناء على الظروف الأمنية الحالية ولن تقاتل في أوكرانيا وإنما فقط لدعم المنظومة الدفاعية لقواتنا. لم يمض الكثير على نشر وثائق مفبركة قيل أنها طرق لغزو روسيا للأراضي الأوكرانية، فالسياسة الغربية تسلك طريقا استفزازيا يراد به زج روسيا بالحرب. أولا، الادعاءات الغربية بشأن تخطيط موسكو لشن هجوم على أوكرانيا باطلة. على الغرب الكف عن نشر المعلومات الكاذبة واستخدام لغة التهديد وتزويد كييف بالأسلحة. التحركات العسكرية وبالتزامن مع التصريحات السياسية تنذر بأن التصعيد يتزايد يوما تلو الآخر ويقترب من وقت الارتباك فيه سيد المشهد. الاتفاقيات تعقد والتحالفات تبنى وبكين تعلن وقوفها إلى جانب موسكو بشكل تام، وتوقعان في قمة مشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين على وثيقة تنص على إعلان مشترك للتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة، وتوجهان رسالة للولايات المتحدة للتخلي عن خططها لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. توقيت الإعلان الروسي الصيني المشترك جاء في رسالة واضحة للغرب عقب التحشيد المتزايد شرق أوروبا، فحواها أن أي مواجهة لروسيا ستواجه الصين أيضا، وقضية أوكرانيا وتايوان ستشهد تحالفا في القوى. بدأ مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع الشركة العامة للطرق والجسور في تأهيل شارع الوادي بتكلفة بلغت 476 مليون ليرة، وهو سوق شعبي مهم في المحافظة. بدأ مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع الشركة العامة للطرق والجسور بتأهيل شارع الوادي الممتد بطول 1200 متر ومدة المشروع 140 يوما، حيث تبلغ التكلفة 476 مليون ليرة، وهو سوق شعبي هام في المحافظة. قام مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع الشركة العامة للطرق والجسور بتنفيذ مشروع حيوي لشارع الوادي. هذا الشارع الحيوي طبعا يرتاده مجموعة من الأهالي، سوق شعبي لأهاليتنا. نقوم حاليا بإعادة تأهيل الرصيف من الجهتين وبطول 1100 متر وبتنفيذ أعمدة إنارة حوالي 25 عمود إنارة للشارع. بعد الانتهاء من هذه الأعمال سنقوم بتسفيد الشارع. ورشات العمل المنتشرة في عدد من الأحياء والتي تعمل على مدار الساعة لتأهيل البنى التحتية، وتتضمن الأعمال استبدال شبكة الصرف الصحي وإجراء سبورات والكشف على البنى التحتية وتأهيل الأرصفة على جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنارة الشارع بالطاقة الكهربائية ومد القميص الإسفلتي. بشرنا بالصرف الصحي وبالأرصفة وبالإنارة، وإن شاء الله خلال وقت قريب جدا تم الانتهاء من الأعمال تمهيدا لمد القميص الإسفلتي وهو نهاية العمل إن شاء الله. مدة المشروع حوالي 140 يوم، تكلفة المشروع حوالي 476 مليون. طول الشارع 1250 متر على كامل، على الطرفين بده تتركب أرصفة أنترلوك وطرطوار، والصرف الصحي المناطق المخربة يتم استبدالها. تتسارع وتيرة العمل في إعادة تأهيل المرافق الخدمية من قبل الجهات المعنية بدير الزور، مع عودة متسارعة لسكان الأحياء المحررة من خلال مراحل عديدة نفذتها عدة مؤسسات حكومية. أذكر بعناوين الأخبار. في الرقة وريفها، ميليشيا قسد تنفذ عدة مداهمات وتختطف 13 مدنيا. عشرات الإصابات في مناطق الضفة الغربية، وذلك خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين. بالتزامن مع مناورات مشتركة، روسيا ترسل فوجا من منظومة S-400 إلى بيلاروس. إلى اللقاء.